ومعنا للتعليق على هذا الموضوع من اسطنبول الخبير والاستشاري في الإعلام الرقمي بسام شحادات. أهلا وسهلا بك سيد بسام معنا. أهلا وسهلا بكم. لعلك تابعت الأنباء التي تحدثت عن اختراق مواقع حكومية للحكومة العراقية، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ عملية الاختراق لها عدة أسباب ممكن أن تؤدي لها، منها أسباب تتعلق بالمواقع نفسها، الطريقة التي تم بناء بها هذه المواقع، اللغات البرمجية التي بنيت بها، الخوادم أو السيرفرات التي وجدت هذه المواقع، والسبب الأخير والأكثر أهمية هم المستخدمين المسؤولين عن إدارة هذه المواقع وكيف يستخدمونها. نعم، يعني لم يكن هناك حماية بالشكل المفترض لهذه المواقع، أين تكمن المشكلة في هذه الحالة عندما يكون الاختراق سهلا بهذه الطريقة لمواقع حكومية؟ طبعا يعني المسؤولية يعني إذا سنقول أن هناك أحد يتحمل المسؤولية الكاملة هو الشخص المسؤول، الشخص المكلف بحماية هذه المواقع وإدارتها وتشغيلها، لأن هنالك مجموعة من الإجراءات الأمنية التي يعني يكون بعضها بسيط جدا التي تمنع أن يكون اختراق سهل بهذه الدرجة. لكن عندما نجد أن هنالك اختراق وسهل بهذه الدرجة فنكتشف أن الإجراءات الأمنية الأساسية غير مطبقة، وهذا يعني أن المستخدمين غير مدربين على أساس الحماية الرقمية وأمن البيانات، وأن المواقع ليست مبنية بطريقة لتحمي نفسها من هذا النوع من الاختراقات. نعم، المركز الإعلامي الرقمي في العراق يقول إنه قام بعمل فحص جميع مواقع هذه الوزارات والمؤسسات، وجد بأن أغلبها لا يزال حتى الآن يستخدم بروتوكول HTTP المعروف. كيف ترى هذا البروتوكول ومدى أمنه؟ طبعا استعمال بروتوكول HTTP هو استعمال يعني كل مواقع الإنترنت تستعمل هذا النوع من البروتوكول للاتصال والظهور أمام الجمهور، لكن هذا البروتوكول يجب أن يكون محمي بنوعين. واحد، أن يكون هناك استعمال بروتوكول HTTPS، أن يكون الاتصال بالموقع مشفر وآمن. ثانيا، أن يكون الموقع محمي من ناحية البرمجية، بأن يكون هناك جدار حماية أو ما يسمى باللغة الإنجليزية فايروول يحمي المواقع من الهجمات التي ممكن أن تؤدي إلى اختراقه أو إيقافه عن العمل أو ما يسمى بالدوس أتاك. عندما يكون هناك مخترق لديه هدفين، إما أن يكون الهدف من الأول الاختراق أن يوقف الموقع عن العمل، وبالتالي هو يوجه عدد كبير من الزيارات إلى هذا الموقع حتى يشغله بشكل كبير ويجعله يقف عن العمل، أو الحالة الأخرى أن يحاول الوصول إلى بيانات لوحة التحكم الخاصة بالأدمن، وهذا حالة خطيرة جدا لأن المستخدم في هذه الحالة يستطيع الوصول إلى البيانات، يستطيع الوصول إلى بيانات المستخدمين، يستطيع الوصول إلى البريد الإلكتروني، ومن هنا تكمن مشاكل المواقع الحكومية أنه ينتج بعد ذلك غالبا تسريب لمعلومات حكومية أو تسريب لبيانات حكومية أو وثائق حكومية نتيجة هذا الاختراق. نعم، هل تأمين هذه المواقع يحتاج إلى تكاليف كبيرة لا تستطيع مثلا الدولة أو كذا على توفيرها؟ هي تكاليف ليست بالكبيرة جدا على دولة، قد تكون يعني معظم الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات أو معظم شركات التجارة الإلكترونية لديها هذه الحماية، مواقعها يزورها الملايين ومئات الملايين سنويا، لكن هي مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يكون هناك مختصين يعملون عليها. واضح حاليا في الحالة التي نتكلم عنها أن هذا الشيء غير موجود بسبب أن الاختراق كان على مدى واسع ولمواقع متعددة وأساسيات الحماية غير متوفرة فيها. نعم، أشكرك سيد بسام شحادات الخبير والاستشاري في الإعلام الرقمي، كنت معنا من اسطنبول.